بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في الأولين والآخرين، عدد ما ذكروا الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وبارك لنا فيما علمتنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم طهرنا طهرنا اللهم طهرنا اللهم طهر أجسادنا من الأمراض، وطهر قلوبنا من أمراض القلوب. اللهم اصطفينا وطهرنا ونقينا واخترنا واستعملنا ولا تستبدلنا، واجعلنا من المصطفين الأخيار. اللهم اجعلنا من ورثة الأنبياء، اللهم اجعلنا من ورثة الأنبياء، اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك، من أهل القرآن يا حي يا قيوم. نبدأ على بركة الله. بدأنا في أحكام النون الساكنة والتنوين، وقد ذكرنا أن النون الساكنة ما هي إلا عن نون، حرف النون. النون بنجد رسمها في القرآن، حرف النون المتعارف عليه اللي احنا بنبقى عارفينه، تمام. النون يا إما بيكون مرسوم عليها حالة السكون، حركة السكون، السكون بتبقى رسمة السكون في القرآن رأس الحاء الصغيرة، تمام، أو بنلاقي حرف النون خالي أو عاري من الحركة. طيب، يبقى النون الساكنة هي نون خالية من الحركة، ما لهاش حركة، طيب، لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا سكون ولا أي حاجة، سكون فقط في حالة الإظهار. أما في بقية الأحكام نون عارية من الحركة، خالية من الحركة. النون التنوين نون الساكنة، أنا أسفة، نون الساكنة حرف النون نجده ثابت وقفا ووصلا. يعني ايه وقفا ووصلا؟ يعني لما بنقرأه في حالة الوقف بيكون موجود، بنقرأه في حالة الوصل بيكون موجود. ليه؟ لأن حرف النون ده بيكون حرف من بنية الكلمة، يعني هو جزء من الكلمة، تمام؟ الكلمة لا تستقيم إلا بهذا الحرف اللي هي النون الساكنة. طيب، بنجد هذا الحرف لفظا وخطا، لفظا وخطا. يعني ايه لفظا وخطا؟ يعني خطا ان هو مرسوم ومكتوب قدامي، لفظا اني انا بسمع صوت النون بودني. حرف النون الساكنه او النون الساكنه بنلاقيها موجوده معانا في الاسماء، بنلاقيها موجوده في الافعال، بنلاقيها موجوده في الحروف، قد تكون في وسط الكلمه وقد تكون متطرفه في اخر الكلمه. طب بالنسبه للتنوين، التنوين هو صوت النون الساكنة، ونركز ان احنا لما بنيجي نقول النون الساكنة بنقول هو حرف النون، يعني هو حرف النون مكتوب امامي في الكلمة واضح، شايفاه بعيني، سمع صوته، هو حرف من الحروف الهجائية اللي احنا بناخدها. طب النون التنوين، لا، انا مش شايفة النون مكتوبة قدامي، هو صوت مسموع، صوت نون ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، بتكون النون الساكنة نون التنوين نون زائدة وليست نون أصلية في الكلمة. طيب، نون التنوين صوت نون ساكن، نجد نون التنوين متطرفة فقط، لا نجدها في وسط الكلمة ولا في أول الكلمة، ولكن بنجدها فقط في آخر الكلمة، تمام. نون التنوين بتثبت، يتم إثباتها أو يتم نطقها فقط في حالة الوصل، وفي حالة الوقف بتلغى، تحذف، لا ما بتكونش موجودة، لا نجدها. طيب، نون التنوين مسموعة، يبقى لفظا لا خطا، مسموعة ولكن ليست مكتوبة. ده الفرق ما بين النون الساكنة ونون التنوين. النون الساكنة ونون التنوين اجتمعوا في
إن ليهم 4 أحكام، ليهم الأحكام الخاصة بيهم في 4 أحكام. إيه هي الـ4 أحكام؟ الـ4 أحكام اللي موجودين عندنا: الإظهار، الحلقي، وسمي حلقي لأن أحرف الإظهار هي الأحرف الحلقية: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فلذلك سمي الإظهار الحلقي. طب إيه هو الإظهار؟ إن أنا أخرج صوت النون من المخرج الرئيسي، بضبط مخرج حرف النون، تمام، وبسمع صوت النون واضح جدا. يبقى النون الساكنة، الإظهار، حكم الإظهار هو إخراج النون الساكنة المظهرة، المظهرة يعني اللي صوتها واضح جدا ومسموع، من مخرجها من غير غنة كاملة. ليه هنا بيقول من غير غنة كاملة؟ كان ممكن يقول من غير غنة فقط. لا، حرف النون الغنة هو جزء مركب كما درسناها في المخارج. الغنة هو جزء مركب من حرفي النون والميم، فلذلك هنا هو إخراج النون الساكنة اللي هو الإظهار، إن أنا بيتم نطق أو بنطق النون الساكنة مظهرة أي صوتها واضح جدا من مخرجها، من المخرج بتاعها، تمام، من غير غنة كاملة، لأن هي أساسا يكون موجود فيها غنة، ولكن أصغر أنواع الغنة أو أضعف أنواع الغنة، تمام. طيب طريقته، احنا عرفنا ان النون الساكنه لما بنلاقي وراها حرف من الاحرف الحلقيه، الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء، معناها ان انا بحط اللسان، طرف اللسان، في لثه الثنايا العليا، وبيتم نطق النون من المخرج الرئيسي بتاعها. فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله. سميت حلقيه لانها بتخرج احرف النون بتخرج من الحلق. الحكم الثاني هو حكم الادغام. حكم الادغام لما انا بيكون عندي حرف النون بيجي بعده حرف من حروف كلمة يرملون، فبيتم عندي الإدغام. طب الإدغام هنا بيوجد إدغام كامل وإدغام ناقص، إدغام كامل وإدغام ناقص. إيه الفرق ما بين الإدغام الكامل والإدغام الناقص؟ طب إيه هو الإدغام أصلا؟ الإدغام هو إدخال حرف ساكن في آخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. يعني إيه الكلام ده؟ أنا عندي النون الساكنة، تمام، بيجي بعدها حرف من حروف يرملون، فبيتم إدخال، إذا كان الإدخال الإدغام إدغام كامل، فبيتم ذهاب ذات الحرف وصفته تماما. يعني إيه ذهاب ذات الحرف وصفته؟ يعني إن أنا بيتم إدخال حرف النون هو ذات الحرف، حرف النون وصفته اللي هي الغنة، إدخالا كاملا في الحرف التالي له. طب إيه هي حروف الإدغام الكامل؟ جمعت في كلمة نرمل، نرمل، يعني أي أن النون والميم واللام والراء. إيه علامة الإدغام الكامل؟ الشدة، بنلاقي الشدة مرسومة على النون الميم اللام الراء، تمام. طيب بينطق ازاي؟ هل ان انا بحط طرف اللسان في لثه الثنايا العليا وبنطق حرف النون؟ لا لا تماما، انا النون عندي هنا مش موجوده. ليه؟ لان هي دخلت دخول تام ودخول كامل في الحرف التالي لها. ان كان الحرف التالي لها نون فانا بأضع لساني في مخرج النون، ان كان الحرف التالي لها ميم فانا بأضع بعمل إطباق الشفتين لإصدار صوت الميم، إن كانت لام فبأضبط حرف اللام، إن كانت راء فبأضبط حرف الراء. طب النون بتكون فين؟ ذهبت، ذهبت ذهابا تاما، مش موجودة عندي. والغنة مش موجودة عندي. طب لما باجي أقول من نعمة، من نعمة، أنا عندي هنا غنة، النون ساكنة وراها نون، فعندي هنا غنة. الغنة دي بتاعت مين؟ بتاعت النون الثانية وليست النون الأولى، بتاعت النون الثانية وليست النون الأولى. طيب مثلا عندي من ربهم، من ربهم، فين صوت النون؟ مش موجود. فين غنة النون؟
مش موجودة. ليه؟ لأن عندي حرف الراء النون دخلت إدخالا كاملا في حرف الراء، بحيث أصبحت الراء هنا حرفان، أي أن الراء أصبحت مشددة. يعني إيه مشددة؟ يعني حرفين زي بعض بالظبط، كل حرف فيهم ليه الصفة الخاصة بيه. تمام؟ يبقى الراء الساكنة بجيب صفة التوسط للراء الساكنة الأولى ميرو ميرو، وبأدي وأتم حركة الفتح للراء الثانية ميرا مير ربهم مير ربهم مير ربهم. طب في سؤال هنا، اللي هي عندي الراء مشددة، الراء مشددة لو قبلها حركة كسر، هل الراء دي والراء المشددة يعني مثلا الميم مكسورة والراء هنا مشددة ومفتوحة، الراء هنا أنا هنطقها مفخمة ولا مرققة؟ طب الراء هنا، إن إحنا قلنا إن لازم هنا يكون عندي صوتين، لازم أسمع صوتين مش صوت واحد، ما ينفعش أقول مر بهم أو مر ربهم بدون إتمام حركة الفتح للراء الثانية. طالما عندي هنا شدة يبقى معناها إن لازم أؤدي وأظهر صوت الراء الساكنة والراء المفتوحة. طب هل ينفع إن أنا أقول مر ربهم، إن الراء الأولى هنا تكون مرققة والراء الثانية مفخمة؟ لا يجوز، الحرف المشدد يعامل معاملة الحرف الواحد، يعني الاثنين كأن الاثنين مربوطين مع بعضهم بحبل واحد، الصفات بتاعتهم يا إما مفخمة ترقيم واحد يا إما مرققة ترقيقا واحد. تمام؟ يبقى أنا عندي أن الراء الحرف المشدد في التفخيم والترقيق بيكون يا إما مرققا، الاثنين مرققين مع بعض، أو الاثنين مفخمين مع بعض. ما ينفعش إن أنا أرقق الراء الأولى وأفخم الراء الثانية وأقول أصل دي ساكنة قبلها كسر وإن دي راء مفتوحة، لا يجوز. الاثنين بيعاملوا معاملة واحدة، ولكن بأؤدي صفة كل حرف. يعني هنا الراء ساكنة عايزة توسط، بديها زمن التوسط. هنا الراء المفتوحة أتم حركة الفتح، بأتم حركة الفتح. تمام؟ طيب ده الإدغام الكامل. الإدغام الناقص ذهاب ذات الحرف ويتبقى صفته، يعني صوت النون الساكنة بيختفي تماما ولكن بيتبقى الصفة اللي هي الغنة. زي ايه؟ مل ميوال ميوا ميوا. في صوت نون سامعينه؟ مفيش صوت نون، يبقى انا عملت ايه؟ من وال. الادغام الناقص علامة الحرف الثاني الحركة، فتحة أو كسرة أو ضمة، وليست شدة. الشدة علامة الإدغام الكامل. تمام؟ طيب أنا عندي هنا الميم مكسورة والنون ذهاب ذات الحرف، أي أن صوت النون بيختفي، فهذه النون بتكون لا، يعني لا تكون موجودة، صوتها بيختفي تماما أو بيدخل في الواو. طيب وبعدين بيتبقى الغنة، يبقى أنا بالظبط كأني ميو وال، يبقى أنا بعملها كده بالظبط، ميم واو ساكنة واو مفتوحة، فهنا عند الواو الساكنة أنا بعمل صوت الغنة ميو وال ميو وال. من يعمل من يعمل. يبقى الإدغام الناقص بيكون موجود معايا مع حرفي الواو والياء، بيكون بإدغام ناقص معناها الذهاب ذات الحرف وتبقي ويتبقى لغته. طيب عندي هنا حاجة مهمة جدا 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 وننتبه ليها لأنها سؤال اختبارات، على الرغم إن هي معلومة سهلة جدا. عندنا الإدغام، معروف إن الإدغام بيأتي في كلمة أو كلمتين، بيأتي في كلمتين.
الإظهار بيأتي فيه كلمة وبيأتي فيه كلمتين، الإخفاء بيأتي فيه كلمة وبيأتي فيه كلمتين، الإقلاب يأتي فيه كلمة ويأتي فيه كلمتين، أما الإدغام يأتي فيه كلمتين فقط. الإدغام يأتي فيه كلمتين فقط. طيب إذا جاء الإدغام حرف من حروف الإدغام والنون الساكنة، تمام، في كلمة واحدة زي دنيا، أدي النون الساكنة دن يا، وأدي الياء، الياء حرف من حروف الإدغام يرملون. طيب جاءت بعد النون تابعة للنون في كلمة واحدة، إذا جاءت النون الساكنة وبعدها ياء أو واو في كلمة واحدة فيصبح الحكم هنا إظهار مطلق. إظهار مطلق. الاستثناءات يا حبيباتي نخلي بالنا منها، نخلي بالنا أول ما نيجي نقول استثناء دي استثناء، يبقى كده نحطها ما بين قوسين ونبروزها ونخلي بالنا منها، تمام. يبقى هنا الدنيا صنوان قنوان بنيان، 4 كلمات استثناء لقاعدة الإدغام أن بيأتي حرف الياء أو الواو بعد النون الساكنة في كلمة واحدة، فيصبح الحكم هنا إظهار مطلق وليس إدغام. إحنا قلنا إن الإدغام بيجي في كلمتين، ليه هنا قاسيم ميم فيها إدغام وجاءت في كلمة واحدة؟ دي الحروف المقطعة بتعامل معاملة مختلفة. الحروف المقطعة بتعامل معاملة مختلفة. طيب إيه السبب؟ رواية. يعني إيه رواية؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأها هكذا ونحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهي رواية، تمام. يبقى رواية معناها إن دي قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نتبع هذه القراءة. يبقى إحنا كده عرفنا الإدغام، عرفنا الإظهار. هيجي معانا الإقلاب. الإقلاب هو ليه حرف واحد فقط وهو حرف الباء. الباء عندما تأتي بعد حرف النون الساكنة أو بعد نون التنوين، تمام، بيكون عندنا إقلاب. يعني إيه إقلاب؟ يعني قلب، يعني بغير وجه أو بغير شكل، بغير حاجة من شكل لشكل تاني. يبقى الإقلاب ببساطة جدا أنا بأقلب شيء أو بغير شكل الحاجة من حاجة لحاجة تانية. بغير لون مثلا الصفحة دي، عندي صفحة لونها أبيض بغير لونها من أبيض لأصفر، من أبيض لأحمر، من أبيض لأزرق، أيا كان. فهو القلب، الإقلاب هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاه بغنة. ميما مخفاه بغنة يعني إيه؟ يعني أنا بدل ما أنطق صوت النون هنطقه ميم، بدل ما أنطق صوت النون وأصدر صوت النون سأصدر صوت ميم. ميم مخفاة يعني ميم معاها غنة. مخفاة فين؟ عند حرف الباء. طب إيه إزاي أعمل الإقلاب؟ الإقلاب أول حاجة عندي النون الساكنة بحولها الميم، بعد كده بعمل الغنة، بخفي الميم عند الباء وبعد كده بأظهر الغنة. طب الإخفاء بيتم إزاي؟ أنا خلاص حولت النون لميم، بعمل تلامس غلق للشفتين وإطباق خفيف، إطباق لطيف بدون كز بدون ضغط، تمام. أنا ما بضغطش على الميم، أنا بعمل إطباق للشفتين فقط، يعني كأني قافلة شفايف عادي جدا واخدة الوضع الطبيعي بتاعها. أم أم ما بضغطش. الأنبياء. يبقى أنا حولت صوت النون إلى ميم وبعدين أخفيت صوت الميم عند الباء وأصدرت الغنة، غنة الإقلاب، ثم ضغطت بعد كده قبل ما أفتح الفكين أو أفتح الشفتين من الميم، ضغطت لإصدار صوت الباء، عملت الضغط وعملت إطباق قوي لإصدار صوت الباء. طيب يحترز عند الإقلاب من كز الشفتين بل يلزم تسكينهما بلطف من غير ثقل
ولا تعسف أنظورك، وما نسيبش فجوة ما بين الشفتين، ولا إن إحنا نقول مسافة بندخل منها بمقدار ورقة ما نفتحش ما بين الشفتين. إحنا بنعمل تلامس أو بنعمل إطباق خفيف للشفتين، تمام، بالوضع الطبيعي جدا، وبيتم نطق الميم الساكنة، الميم المخفى. بعد ما بنؤدي حكم الإقلاب بيتم الإطباق بشكل أقوى لإصدار صوت الباء. طيب، الحكم الرابع، وده درسنا النهاردة، حكم الإخفاء الحقيقي. الإخفاء الحقيقي، قلنا الإظهار صدور صوت النون بوضوح، صوت النون بسمعه واضح جدا. طب إدغام، بأدخل النون في الحرف التالي لها، يبقى النون عندي بتختفي، بتدخل تماما في الإدغام الكامل، بتدخل تماما في الحرف التالي لها. في الإدغام الناقص صوت النون بيختفي تماما عندنا وبيتبقى الغنة. طب في الإخفاء، الإخفاء هي صفة ما بين الإظهار والإدغام، يعني حاجة في النص، حاجة في الوسط، تمام. يبقى لا هي مظهرة، لا هي نون مظهرة، ولا هي نون مدغمة، أي إن أنا دخلتها في حرف تاني وأخفتها، هي حاجة في النص. طب بأدي إزاي الإظهار؟ النون بتكون خالية من الحركة، عارية من الحركة، الحرف اللي بعدها بيكون حرف متحرك، فتحة أو كسرة أو ضمة، تمام، ما بيكونش عليه شدة، الشدة علامة الإدغام فقط وليست علامة الإخفاء. نطق النون مخفى بغير إظهار محض، يعني النون في النص، لا هي نون مظهرة بشكل واضح ولا إدغام محض، ولا إدغام محض، أي أن الإدغام ليس إدغام بشكل واضح. بيكون صوت النون المخفى تابعا للحرف الذي بعدها. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا هيتبقى من الحروف الهجائيه، احنا عندنا الحروف الهجائيه 28 حرفا، سته منهم للاظهار وسته للادغام وحرف للاقلاب، يبقى كده كام؟ 13 حرف، 13 حرف، يتبقى 15 حرفا، 15 حرفا منهم ثلاثه احرف ثلاثة أحرف من حروف التفخيم، ثلاثة أحرف من حروف التفخيم، تمام. طيب عندي خمسة أحرف، الغين والخاء في الإظهار، يبقى عندي خمسة أحرف من الحروف المفخمة في الإخفاء، الصاد والضاد والقاف والطاء، إيه كمان؟ فص ضغط القلب، قلنا الخاء والغين بنشيلهم، فالمتبقي من فص ضغط القلب، معلش مش مركزة علشان إيه نقدر نجيبهم كده، فصة ضغط يبقى عندنا الخاء والغين، الخاء والغين تابع للإظهار، هيتبقى الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف، خمسة أحرف من 15 حرفا مفخمين حروف تفخيم وإطباق. الغنة، غنة الإخفاء هنا بتكون غنة مفخمة، غنة الإخفاء بتكون غنة مفخمة. طيب بيتبقى 10 أحرف من الـ15 حرفا، الـ10 أحرف بتكون الغنة مرققة. فهنا المقصود إن ما يخالف دبرها 10 سنين مشكلة بني. عندي اللحم على الظهر طلعة أحمي، وعندي هاي 3 شياشة. طيب يبقى عندي الإخفاء هو عبارة عن صفة وسط، صفة بين الإظهار والإدغام، مع تعرية الحرف، يعني الحرف النون الساكنة بتكون معرية من الحركة، الحرف التالي لها بيكون عليه حرف متحرك، فتحة أو كسرة أو ضمة،
تمام. الغنة مع تعرية الحرف الذي بعدها من التجديد مع بقاء الغنة، الغنة طبعا بتكون متبقية معنا. طيب الطريقة: نطق النون المخفاة بغير إظهار محض ولا إدغام محض، ويكون شنو؟ صوت النون المخفاة تابعا للحرف الذي بعدها تقسيما وترقيقا. النون المخفاة صوتها يكون تابع للحرف اللي بعدها تفخيم وترقيق، يعني الحرف الذي يأتي بعد النون إن كان مفخما فتكون الغنة مفخمة، وإن كان مرققا فتكون الغنة مرققة، مع خروج غنة من الخيشوم. وأثناء ذلك إيه اللي بيتم؟ إيه اللي بيتم؟ أو إزاي إن إحنا بنؤدي الإخفاء؟ دايما الإخفاء بنقول إن إحنا بنقرب من المخرج اللي إحنا رايحين نخفي عنه. يعني إيه؟ يعني مثلا لو جينا عند حرف القاف فنيجي نقول ميون قابل، حرف القاف ميون قابل، يبقى ميون قابل هنا النون الساكنة بعدها حرف القاف، حرف القاف حرف مفخم، فلذلك هتيجي الغنة هنا مفخمة، غنة إخفاء مفخمة. طب أنا بعمل إيه؟ أنا برفع اللسان، برفع اللسان مؤخرة اللسان تمام لقبة الحنك في المنطقة الصلبة في منطقة الرخوة، يبقى عندي هنا القاف، هنا دي قبة الحنك، هنا المنطقة الرخوة يليها المنطقة الصلبة، وبعد كده نقطع الحنك وبعدين اللثة، منبت اللثة واللثة. طيب أنا القاف عندي، يبقى أقصى لسان بيرتفع عندي لي، بيرتفع فين؟ في المنطقة الرخوة في الحنك الأعلى، يبقى أقصى اللسان مع ما يحاذي في المنطقة الرخوة من الحنك الأعلى ده مخرج القاف. أنا برفع اللسان وبقفل القاف وبعمل الغنة ميان قا. طب أنا بقفل؟ لا أنا ما بقفلش، ما أنا لو قفلت، لو اللسان قفل في المخرج فعندي الصوت هيتكتم، لما اجي اقول أق أق أق. طب انا هجيب الغنة ازاي والمخرج مقفول؟ يبقى انا بعمل ان انا اللسان عندي بيرتفع في اتجاه مخرج القاف ولكن بدون غلق، يعني بيقرب، اقصى اللسان بيقرب من مخرج القاف، انا بعمل تهيئة الفم هكذا. يبقى الفم عندي بيتهيأ هكذا، بيتهيأ ازاي؟ عندي الحنك الأعلى، وعندي اللسان، الحنك الأعلى زي ما احنا قلنا قبل كده ان في المنطقة الرخوة في الحنك الأعلى، وفي المنطقة الصلبة، وقلنا ان القاف بتكون هنا في المنطقة الرخوة، أقصى اللسان في المنطقة الرخوة معاك. طيب يبقى أنا بعمل إيه؟ إن اللسان بيقرب، بيرتفع أقصى اللسان وبيقرب من المخرج، بيقرب من المخرج، بعمل غنى ميان ميان قا ميان قا، يبقى أنت سامعة صوت القاف من قبل أنا ما أنطقه، يبقى ده المقصود بتهيئة الفم للحرف الذي يلي النون الساكنة. طيب مثلا حرف الظاء، حرف الظاء انا عندي حرف الظاء المخرج بتاعه الثنايا العليا تمام، يبقى رأس طرف اللسان، اللسان يلامس وبيكون عمودي على الثنايا العليا، يبقى ده اللسان عندي، ادي الطرف بيلامس وبيكون عمودي كده، يبقى انا باخد نفس الهيئه دي وباخد نفس الشكل، وبعد كده بعمل الغنه وبعد كده بنطق الحرف التالي، مثلا ينظرون، او ينظرون، يبقى ينظرون ينظرون، يبقى انا كل اللي بعمله ان انا بهيئ الفم، بقرب طرف اللسان من الثنايا العليا وبعمل غنة الظاء، وبعد كده بضغط على المخرج عشان اصدر صوت الظاء. طب الكاف، انكو انكو،
كنتم إن كنتم. أنا عملت لكم 2 غنة. الكاف، الكاف مكانها فين؟ هنا النقطة الفاصلة ما بين الحنك الصلب والحنك الرخ، يبقى اللسان عندي بيرتفع هنا. إنكو إنكو، يبقى بجري صوت الغنة في مخرج الكاف، بجري صوت الغنة بالقرب من مخرج القاف، تمام؟ ده في الكاف والقاف فقط. بقية الأحرف بهيئ اللسان، يعني بخلي اللسان ياخد وضع الحرف قبل ما انطقه، بعمل الغنة وبعد كده بيتم نطق الحرف. الأنثى الأنثى، يبقى أنا عندي طرف اللسان، رأس طرف اللسان بشكل عمودي من الثنايا العليا بالقرب وليس في تلامس، بالقرب. أنا مقربة طرف اللسان من المخرج وبعمل الغنة وبعد كده بروح حاطة اللسان في مكانه الصحيح لأداء ولضبط المخرج. الإنسان الإنسان، أنتم أنتم، تمام؟ يبقى أنا بتدرب عليها غنة الإخفاء من الغنى المهمة جدا. بتدرب عليها إزاي؟ إن أنا بهيئ الفم، بحط اللسان بالقرب من المخرج. إحنا درسنا المخارج كلها، عرفنا مخرج التاء فين، مخرج الدال، مخرج القاف، الكاف، كل ال15 حرفا. إحنا خلاص عرفنا كل حرف منهم مخرجه الصحيح فين، فأنا بقرب اللسان من المخرج ما عدا القاف والكاف. القاف والكاف الغنة بتحصل في المخرج وليس بالقرب من المخرج، في المخرج. أما بقية الأحرف فاللسان بيتهيأ وبياخد وضع نطق الحرف، فبيقرب من الحرف، بيتم أداء الغنة، ثم بنضع اللسان في المخرج لأداء صوت الحرف ولضبط المخرج، تمام؟ طيب، وأثناء ذلك يبقى إحنا قلنا هنا نطق النون مخفى بغير إظهار محض ولا إدغام محض، ويكون صوت النون المخفى تابعا للحرف الذي بعدها تفخيما وترقيقا مع خروج غنة من الخيشوم. وأثناء ذلك يتم تهيئة الفم، إن أنا بأهيئ الفم، بحضر الفم، بجهز الفم للحرف الذي يلي النون الساكنة. الحرف لو سين يبقى أنا عارفة إن أنا عندي السين، اللسان بيكون موجود فين، فأنا بعمل الغنة بالقرب من مخرج السين وبعد كده بحط اللسان في المخرج المطلوب. إيه هي حروفه؟ حروفه جمعت، جمعت هنا في هذا البيت أول حرف من كل كلمة، هذه هي حروف الإخفاء. صف ذا سنة كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. يبقى الحرف الأول من كل كلمة الصاد، الذال، الساء، الكاف، الجيم، الشين، القاف، السين، دال، طا، زا، فا، تا، ضا، ظا. هذه الأحرف الأولى من كل كلمة، هذه هي أحرف الإخفاء، تمام؟ هنلاقي إن الصاد حرف مفخم، عندي القاف حرف مفخم، الطاء حرف مفخم، الضاد الضاء، 5 أحرف مفخمة و10 أحرف مرققة. طيب الإخفاء لها مراتب، مراتب الإخفاء 3 مراتب. إيه هي المراتب؟ أعلى مرتبة في مراتب الإخفاء هي أقربها مخرجا من النون. كل ما نقرب من النون، من حرف النون، كل المخرج الحرف ما يقرب من مخرج النون، دي أعلى مراتب الإخفاء. إيه هي أعلى المراتب؟ حروف الطاء والدال والتاء، حروف طرف اللسان العريض، ويكون فيها الإخفاء قريبا من الإدغام، قريبا من الإدغام. ليه قريبا من الإدغام يا حبيبتي؟ طب ما احنا النون كل ما بتقرب الحرف يقرب من مخرج النون، فبيبقى فيه ان هما ممكن يحصلهم الدمج مع بعض، ممكن يحصلهم ادغام مع بعض، فلذلك ان دي اعلى مراتب الاخفاء، اعلى مراتب الاخفاء. طب ادناها، كل ما نبعد كل ما تبقى دي ادنى، اقل مرتبة من مراتب الاخفاء، اقل مرتبة من مراتب الاخفاء. ايه ابعد الحروف عن حرف النون؟ القاف والكاف.
القاف والكاف، بيكون الإخفاء فيها قريبا من الإظهار. يعني أنا ممكن أسمع صوت النون، هو مش واضح لكن قريب من صوت النون. طيب أوسطها لوساطة مخرجها في البعد عن النون، وهي الحروف العشرة المتبقية. يبقى أعلى مراتب الإخفاء هي الطاء والدال والتاء، أدنى وأقل مراتب الإخفاء أبعدها مخرجنا من النون وهو القاف والكاف، يكون الإخفاء فيها قريبا من الإظهار. أوسطها بوساطة مخرجها في البعد عن النون هي الحروف العشر المتبقية. هنا دي الكلمات الخاصة، عندي الأحرف حروف الإخفاء، دي كلمات عليها، كلمة بالنون وكلمة بالتنوين. ينصركم، ينصركم بريح صرصر، بريح صرصر منذر قائما ذلك، قائما ذلك، وهكذا. تمام. أنفسكم، حرف الفاء ان انا بهيئ الثنايا العليا، اطراف الثنايا العليا بتكون قريبه من باطن الشفه، قريبه منها، قريبه منها، بعمل غنه الاخفاء عند الفاء، ثم بعد ذلك بيتم الضغط على المخرج لضبط المخرج او لاظهار حرف الفاء، وهكذا بيتم التدريبات على هذه الكلمات. طيب قبل ان ننتقل الى حكم النون والميم المشددتين، هو درس خفيف ولذيذ وظريف، هنخلصه في دقائق معدودة. في أي سؤال أو أي استفسار عن الإخفاء أو عن ما ذكر قبل أن نتطرق إلى أحكام النون والميم المشددتين؟ حكم النون والميم المشددتين ده أمرها سهل جدا جدا جدا، هو الحكم ده خاص بحرف النون والميم فقط، حرف النون والميم. بكل بساطة لما بيكون عندي شدة على النون أو شدة على الميم، أنا بأعطي لهذا الحرف غنى أكمل ما تكون، ودي أعلى مراتب الغنى. الحرف المشدد مكون من حرفين، عرفنا إن الشدة دي معناها صوتين، معناها حرفين، الأول بيكون ساكن نون ساكنة، والثاني بتكون نون متحركة سواء كانت نون فتحة أو كسرة أو ضمة. والميم كذلك، الميم الأولى ميم ساكنة، والميم الثانية ميم مشدد، ميم متحركة. يبقى الحرف الأول المشدد مكون من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، فيضغم الساكن في المتحرك فيصيران حرفا واحدا كالثاني مشددا. ده معنى النون، معنى الحرف المشدد، ده معنى الحرف المشدد. طب إيه الحكم؟ الحكم ان احنا عندنا هنا بندي غنة اكمل ما تكون مع النون والميم. الحكم الغنة عند الوصل وعند الوقف هي اكمل ما تكون في المشدد، ودي اعلى مراتب الغنى، بمعنى ان انا بعطيها زمن حركتين. ويمنيهم، ويمنيهم ثيابهن، واخدين بالكم عند الوقت؟ بأعطي غنة أكمل ما تكون زمنها كامل بدون نقص، وبقف على السكون. وهم، ما بقولش وهم، ما وهم، 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 ده وقفا. وهم وصلا. أمتكم، أمتكم، نتدرب عليها يا أخوات، لأن يعني من الأخطاء الشائعة جدا في حرف النون والميم المشددتين إن الأخوات يعني بحس إن هما بيزهقوا شوية، فلما بيزهقوا ما بيؤدوش زمن الغنة كما يجب. زمن الغنة أكمل ما تكون ما بيكونش واضح وظاهر كما يجب، فبالتالي اللي بيتم مثلا تيجي تقول أمتكم، أمتكم،
يعني يا دوب بتدي جزء من الغنة وتاخد بعضها وتمشي. وده طبعا خطأ من الأخطاء، ده من اللحون الخفية، يسمى لحن خفي، لأن الغنة هنا أكمل ما تكون، فلازم إن هي تكون تاخد زمنها اللي هو يعني حركتين تقريبا. طيب نون ونون شدتين، يعني درس مفهوش أي حاجة تماما، ودرس سهل جدا بكل بساطة. لما بتشوفي النون عليها شدة أو الميم عليها شدة بتدي لها زمنها في الغنة، والغنة بتاعتها اسمها غنة أكمل ما تكون. الغنة بنؤدي زمن الغنة عند الوقف وعند الوصل، مش هنقول عند الوصل فقط أو عند الوقف فقط، لا، عند الوصل وعند الوقف. تمام. طيب بكده نكون انتهينا من درسنا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمكم وأن يفهمكم وأن يرزقكم من خيري متاع الدنيا والآخرة، ويكتب لكم سعادة الدارين يا رب العالمين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع لديه الودائع.